كيف الحال؟ طيبين الزبدة. اليوم خلصت أول اختبار في الكلية والحمد لله، نقول إن شاء الله إني ناجح إن شاء الله. والله متابعين، جبت درجات مرة مو تمام، يمين بالله إني خايف، أدعو إني أنجح يا رب، بس بنجح، ما أبغى إلا النجاح بس. وربي خبصت، شوفوا كم جبت، اختبر من 40 درجة خلاص، شوفوا كم جبت. وربي يا جاني صداع يا واد. الأستاذ حقنا حق المادة، وربي يا أخي أستاذ كفو والله، الاختبار طلع محاولتين حلو، أنا المحاولة الأولى جبت 20 من 40، قال خلاص في محاولة ثانية، خلاص شوفوا كم جبت. جاني صداع مجدد. يعني المفروض يعني أول محاولة جبت 20، المحاولة الثانية المفروض أجيب 25 30، يا واد جبت 16. طبعا اليوم جيت الدرة، بس قررت اوريكم فواتير الكهرباء اللي تجيني تقريبا كل شهر عشان تتقوا الله فيني. طفوا مكيفات يا حميد، اسب سبات قدي وربي غالية انشغلت. انا دحين بحط لكم مجموعة الفواتير حق الثلاثة كباين كلها حلو، بحط لكم اياهم تشوفوا كم. ربي يا متابعين كذا مرة ما يخارج 9000 ريال قاعد ادفع انا، ليش كهرباء؟ طفوا مكيف بالله، الله يسعدكم اللي بيستاجر كابينة، اعتبرها كأنها بيتك يا اخي. طفي حبكي والله حبكي. بعطيكم نصيحة كذا لوجه الله، وربي حرام هذا اللي تسووه، يعني انت قلت تستاجر انا ما قاعد اضحك، ها تستاجر كابينة، قلت بتحل فلوسك تقوم ايش تشغل مكيفات كله وخلاص عشان انك دفعت، وربي حرام. وربي لو ما كسبت شان نهاية السنة هذه، وربي ما عاد اصور لكم لا سنابات واقفل لكم الكابينة كلها والله من جد. يعني انت قاعد في الغرفة، خرجت منها طفي المكيف، قاعدين في الصالة كلكم طفي المكيفات حق الغرف، سويت دام لوبيا طفي البتقاز، ما يحتاج تخلي البتقاز شغال 6 7 ساعات وفي النهاية يخرب، وانا جاي ادفع حق التصاريح وادفع كهرباء، والله لو ما كسبت انا يمين والله قلبي قاعد يحرقني. شوفوا 9000 تقول 10000 تقريبا هذه كهرباء، لو كل واحد فيكم يقتصد، يعني انت خارج من الغرفة سويت دام لوبيا خلصتي طفي البتقاز يمكن الكهرباء تصير زي كذا، لكن دحين انا حدفع كذا، الحين دمه حرام يروح كهرباء كله، بالله مو حرام، اعطيكم كف بالفلوس هذه. فانتوا لو ظبطتوني انا حظبطكم، وربي اظبطكم بعروض، وربي مره اظبطكم، لانه نجاحي من نجاحكم، لكن انا تقعدوا تخسروني كهرباء ومكيفات شغاله وبتقاز ودم لوبيا، ليش؟ وربي الكعبه غالي 9000. ما اقول الا الله يعوضني، بس انا عارف انتوا تشوفوا السنابات دحين، ممكن 100000 يشوفني، انت ممكن تسجل بعد سنه بعد 6 شهور اقاربك، قول لهم الكهرباء غاليه في الدره. ما اقول الا الله يعوضني، بس انا عارف انتوا تشوفوا السنابات دحين، ممكن 100000 يشوفني، انت ممكن تسجل بعد سنه بعد 6 شهور اقاربك، قول لهم الكهرباء غاليه في الدره. 9000 شهريا كيف راعيكم انا في الاجار؟ لكن لما نغلي الاجار، اجاراتك غاليه كابينتك مره مسوي قصر. طب انت قاعد انا كيف اكسب؟ 9000 قاعد ادفع. انت لا تكون كمان حمار، طفي الكهرباء وخلاص. 9000 شهريا كيف راعيكم انا في الاجار؟ لكن لما نغلي الاجار، اجاراتك غاليه كابينتك مره مسوي قصر. طب انت قاعد انا كيف اكسب؟ 9000 قاعد ادفع. انت لا تكون كمان حمار، طفي الكهرباء وخلاص. بالله دبي سددتها خلاص الفواتير، ان شاء الله متابعين صافي لبن، انا ظبطكم بعروض، ظبطونا ظبطكم، خلوا مكيفات شغاله وربي يصلخكم. متابعين ابغى اسالكم، متى الابتدائي يخلص الاختبارات؟ اختبارتي ابتدائي ما عنده والله اني مفلسع، والثانوي والمتوسط والجامعه عشان اعرف اضبطكم من بدري، عشان ايش؟ وربي مو عشان تظبيطكم، عشان اطلع خسارتي بس. يا اخي بالله ما تستعلى وجهك، كبير ودقن وشنب، تقعد تمرجح زي الاطفال. بيتي حمار. ايش هو؟ القطاوة لقيتها على القطاوة. يقول على الربحة، بالله دحين رابح انت يا اخي، بس اقولها بس ايش قطوة؟ خلاص مات، الناس يقولوا قطوة يا حمار. ورب اجيب القطاوة فلتم عليك.